رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يا ليلة الفيض المعظم قدرها. في الشهر الكريم الذي فرض فيه الصيام وأنزل فيه القرآن، ليلة في العشر الأواخر مباركة اكتسبت قدرها بما أنزل فيها على رسولنا الكريم، ليلة القدر التي هي سلام حتى مطلع الفجر. ليلة القدر خير من ألف شهر. ولأنها ليلة قدرها قليل وليس لها مثيل، أحاديث شريفة كثر رغبت في إحيائها ووعدت من أحياها بنيل الثواب والمغفرة وأن يصير ذا قدر. وعلى أرض لطالما حملت على عاتقها الاعتناء والاعتلاء بتعاليم وعلوم وقيم الإسلام، أضحت المحروسة ربوة الإسلام ودار القرآن. مصر مساجد عامرة تفوح بالنفحات، جامعات علم ومراكز إشعاع ومنابر هدى منذ قديم الزمان. وفي السنوات التسع الأخيرة الزاهرة في الجمهورية الجديدة بناء وتجديد وصيانة وتطوير لأكثر من 10,000 مسجد مآذنها تلامس السماء وتقف شامخة وشاهدة على حقبة عظيمة من تاريخ الجمهورية الجديدة، كما تسهم في خدمة كتاب الله عز وجل وتعتني بتعاليمه حفظاً وفهماً وتطبيقاً. وبالأمس القريب مع نسمات بداية الشهر الكريم من خبر إلى ملموس أثر، أم الدنيا تدشن صرحها الديني الشامخ مركز مصر العملاق الثقافي الإسلامي ليجسد رؤيتها المستقبلية في خدمة القرآن الكريم والفكر الوسطي برؤية مستنيرة، متزيناً بتشييد مسجد عظيم يحمل اسم العزيزة مصر مع دار لا نظير لها في خدمة كتاب الله عز وجل، دار القرآن الكريم. على جانب آخر، الأوقاف المصرية تستحدث عدداً من الأنشطة الجديدة التفاعلية التي تسهم في خدمة كتاب الله عز وجل، فكان إطلاق المقارئ القرآنية المتعددة التي حملت كل واحدة منها عنواناً وهدفاً، فمصر والقرآن الكريم صنوان، فجاء إطلاق مقارئ كبار القراء مزامير أرض الكنانة بروايتي ورش وحفص لإحياء واستعادة أعلام دولة التلاوة القرآنية على طريق من سبقوا. وها هم يحيون شهر الكرامات والليالي إمامة وقراءة، ويحيون العشر الأواخر بالذكر والدعاء وتلاوة آيات الذكر الحكيم مرتلا ومجودا. وكالسماء ذات الحبب قدمت مصر لمعظم دول العالم نماذج مشرفة من سفراء دولة التلاوة المصرية بالخارج. مبعوث من وزارة الأوقاف إلى دولة ألمانيا، تكساس أمريكا، المالديف، بوينس أيرس، ألمانيا، أيرلندا، أمريكا، بلجيكا، القنوت. أئمة وخطباء الأوقاف الدائمين طوال العام والمفادين خلال شهر رمضان الكريم، فحملوا أمانة القرآن الكريم قراءة وتجويدا وما زالوا يفعلون. وحتى تنعم الأمة بضبط كتاب ربها تلاوة وتجويدا، تم إطلاق مقارئ الجمهور لفئات المجتمع كافة في مساجد مصر من أقصاها إلى أقصاها، فبلغت أعدادها أكثر من 2900 مقرأة على مستوى الجمهورية. وتأتي مقارئ الأئمة القراء لصقل مواهب جيل الأئمة المعاصر في حفظ وقراءة وتجويد القرآن الكريم بطريقة صحيحة
ولإبراز المواهب من أصحاب الأصوات المتميزة من الأئمة، كانت المقارئ النموذجية لمن يمتازون بالصوت الحسن وإتقان أحكام التجويد وحسن الترتيل. وفيما يتعلق بإسهامات المرأة في العمل الدعوي، تفعيل أكبر لدور واعظات الأوقاف في الميادين كافة، تارة ينتشرن بمقارئهن القرآنية، وتارة أخرى ينطلقن بتسيير قوافل دعوية تجوب الجمهورية بخارطة توعوية للتعريف بأمور الدين والفهم الصحيح. تتابعت خطوات الدولة في الاهتمام والارتقاء بأساليب خدمة تعليم القرآن الكريم، فانطلقت مسابقات اقرأ في مراكز إعداد محفظ القرآن الكريم المنتشرة على مستوى الجمهورية. ولأن الدولة المصرية منبر التجديد، فكانت انطلاقة أولى المبادرات الفريدة لرعاية المواهب في مجالات الدعوة والقرآن الكريم والابتهال الديني اكتشاف. ما حيلة الشعراء ذاب غناؤهم رهبا لدى هذا الجلال الأعظم. وتبقى مصر في فلك التطور سابحة وفي مضمار التقدم الحضاري مسرعة، حاملة لواء الإبداع فيما يخدم الإسلام والمسلمين بفضل قياداتها المخلصين الذين أداروا البلاد في سنواتها الأخيرة، فأمست في موضع آخر وجعلوها منارة دينية شامخة ذات قرار ومعين.